شكله ايه بقى يوسف ده؟ عادي عادي ازاي يعني؟ عادي يا طاهر. واحنا هنفضل مستنيينه كده كتير؟ وانت وراك حاجة يعني؟ بغض النظر ورايا ولا لأ، هو مش في ميعاد؟ ماشي، احنا مش بقالنا كتير مستنيين على فكرة. وانت بتعمل كده ليه؟ انا مش مقتنع باللي ابوكي بيعمله ده. تاني وتالت، حتى لو الولد يقصد حاجة بالمقابلة لما يشوفك هيفهم. لو هيتأخر يلغي الميعاد. ماشي. الو الو ندى، ازيك؟ انت فين؟ انا عند اللوكيشن. احنا برضو هناك بس مش شايفينك. هو ده ولا ايه؟ لا طبعا. مين الموزه ده؟ اتلمي. ندى ازيك؟ هاي، ازيك؟ انت مش يوسف؟ لا احنا ما تقابلناش قبل كده. اللي انت قابلتيه ده حمزه اخويا، كان في الساحل. انت باينك اتلخبطتي بس. فعلا؟ اوكي. هاي طاهر، ازيك؟ الحمد لله كله تمام. اتفضل اتفضل، كرسي يا فيزو هنا. انت بقى كنت بتدرس ايه في انجلترا؟ بيزنس. وناوي تشتغل بقى مع باباك في الشركه؟ طبعا. لا طبعا، انا هفتح برايفت بيزنس ليا، مش هشتغل انا في مقاولات. امال هتشتغل ايه؟ انا وانا هناك اشتغلت كل الشغلانات اللي ممكن تتخيلها، من ويتر في ريستورانت، لسواق على الابلكيشن، لموظف في شركه اي تي. وهو ده بقى اللي انا عايز اعمله، عايز افتح شركه تكنولوجي، ده المستقبل. بس مش ده بعيد عن مجال دراستك شويه؟ بالعكس، ايه معنى ان انت يبقى عندك افكار مش عارف تحطها في مكانها ولا تبيعها؟ البيزنس بقى يساعدك على ده، خصوصا لو انت مذاكر السوق كويس. وانت بقى مذاكر السوق كويس؟ طول سنين دراستي وانا هناك، وانا عيني على السوق هنا. مجال التكنولوجي لسه بكر وملوش منافسين كتير. ما هو طبيعي ما يبقاش فيه منافسين كتير، عشان احنا بنشتري التكنولوجي من بره، بس صعب جدا نبيعها. وايه اللي صعب؟ حاجات كتير، انت هنا اصلا مش مؤهل لده. مين قال كده؟ كل حاجه موجوده، بس الناس هي اللي بتستسهل. من كافيهات لمطاعم لمقاولين بطن. مش هو ده بقى اللي الناس بتحلم بيه عشان تعمل فلوس وخلاص؟ انا الصراحه مستغرباك، انت بقالك كتير قوي عايش بره، بس طريقه كلامك مش بتقول كده خالص. عشان كل الناس اللي بتسافر بره وبترجع تبقى عايزه تفرض افكارها على الناس. انا بقى مش عايز اعمل كده، انا عايز اقرب منهم وافهمهم اكتر. وانت عارفه بابا طلب مني اقابلك ليه؟ ليه بقى؟ ايوه، من الاخر عشان يبقى جواز مصالح. باباها معاه فلوس وبابا معاه فلوس والاتنين شركاء، فبالنسبه لهم ايه المشكله ان ولادهم يتجوزوا؟ جبتش حاجه من عندي؟ وده طبعا بالنسبه لي فكر متخلف، وانا عمري ما هتجوز بالطريقه دي. ده غير ان انتوا الاتنين على علاقه مع بعض، فانا ما قداميش غير حل واحد، اريح بابايا عشان المركب تمشي. فاحنا هنمثل اكننا نتعرف على بعض وبعدين نقول ان الموضوع ما ينفعش. وانت مين بقى قال لك اني هشارك في التمثيليه الجميله دي؟ انت بتدرس ايه يا طاهر؟ هندسه. وطاهر كمان بيعزف جيتار وعنده باند صغير هو واصحابه في الجامعه، بيلعبوا مزيكا حلو قوي. حلو ده، عايز اسمع. انا وانا في انجلترا كنت بروديوسر اللي كان باند، وكنت بسوق لهم مزيكتهم وباخد نسبه. خلينا نشوف ايه النظام هنا، ولو كده ممكن نشتغل مع بعض، ايه رايك؟ شكل اونكل لسه مرجعش. لا عادي، تلاقي علي خد العربيه ولا حاجه. وانت مالك؟ من ساعه ما ركبنا العربيه وانت ما اتكلمتش ولا كلمه. هو ايه اللي مالي؟ انا ليه اقبل على نفسي تمثيليه سخيفه زي دي؟ ما ديك قلت يعتبر تمثيليه، ليه مش عايز تكبر دماغك وتعدي الليله؟ ندى انا بره الحوار ده. يعني ايه انا مش فاهمه؟ يعني انا كلامي كله طلع صح، ابوكي عايز يجوزك واحد من مستواكو. ما يعوز براحته، المهم انا عايزه ايه؟ والولد بعد اللي احنا قلناه له هيبعد عننا وهيمشي. هيمشي النهارده؟ هيجي غيره بكره. ابوكي طالما مقرر خلاص مش هيزهق. ندى انت هتتجوزي واحد شبهك مش انا. Thank you.
يلا قومي دلوقتي حالا احضنيني وقولي لي بحبك قدام الناس دي كلها. يوم بقى يا كاميرا انا كنت فاكرك نسيت. انسى ايه؟ طب اقول لك على حاجه؟ بلاش تحضنيني. امسكي ايدي وبوسيها وقولي لي بحبك. لا طبعا. يلا اعملي اللي اتفقنا عليه. بحبك يا طفل. خلاص بقى الناس بتبص علينا. ومين اللي قال له ان احنا هنا؟ انت اللي قلتي له؟ لا طبعا. بذمتك ما كلمكيش؟ هو انا هكتب عليك ليه؟ يعني انت باباكي ما سالكيش رايك في ايه؟ لا سالني وقلت له كويس بس لا كلمني ولا كلمته. طارق انت مش مصدقني بجد؟ انت فاكرني هحور عليك يعني؟ بس عشان ازيكم؟ ازيك؟ تمام. فاكر المكان عجبك؟ هو فادني اكتر ما عجبني. طاهر انا عايزك في موضوع مهم وكويس قوي ان انا لقيتك. انا كنت هكلمك اصلا اخد رقم منك. خير؟ قبل ما نخش في الموضوع انا بابا سالني عنك وقلت له الصراحه she's not my type. اتعصب وقال لي يعني ايه؟ قعدت معاها مره واحده بس، اقعد معاها مره واثنين وثلاثه وبعدين ابقى احكم. فاحنا زي ما اتفقنا احنا لسه بنتقابل وده اللي هتقوليه لانكل. خلينا بقى في موضوعنا. انا بعد ما قعدت معاكم هنا اخر مره ما عجبنيش المكان ده خالص، ده لو هقارن يعني بالاماكن اللي قعدت فيها في انجلترا. بس انا لاحظته ان المكان ده سبوت وكل شباب المعادي بتقعد فيه سواء الصبح او بالليل. فعملت ريسيرش وفعلا المكان ده دايما مليان. صح، في مكان ورا هنا بس مش شغال. مش شغال وصاحبه عرضه للايجار وقعدت معاه امبارح وخدته منه بس هشغله بدماغ تانيه خالص. انا مش هفتحه الصبح. مش فاهمه هتشغله ازاي يعني؟ هفتحه بالليل بس من 6 ل 2. اشمعنى؟ عشان انا مش جاي انافس المكان ده. انت يعني لما تفتحه بالليل مش هتنافس؟ لا، عشان انا مش عامل نفس الحاجه بالظبط، انا عامل حاجه تانية خالص. اللي هي؟ انا لاحظت ان المعادي هنا فيها مزيكاتيه واجانب كتير قوي. فانا هفتحه ككافيه بس بنفس فكره البار بتاع المزيكا بتاع بره. يعني ايه؟ يعني لايف ميوزك كل يوم، باندز، بيانست، حد يغني. وطبعا كل حد هيبقى مستفيد عشان هياخدوا نسبه من مبيعات اليوم، واللي شاطر بقى اللي يعرف يكبر جمهور. بس زي ما انت قلت ده في البارات. انا كده كده مش هاخد رخصه الالكول يعني عشان الناس تيجي اكتر، وانا عايزك انت معايا وهخليك تلعب مزيكا مع الباند بتاعك، بس انت اللي تمسك الموضوع ده عشان انت اللي تعرف المزيكاتيه اللي في المعادي، وطبعا هيبقى ليك مرتب قصاد كل ده. ها قلت ايه؟ بس اللي انا فاكره يا يوسف ان انت كنت بتنتقد الناس بتاعه المكسب السريع اللي بتفتح مطاعم وكافيهات. تاني يوم كده بقيت بتفكر بنفس الطريقه؟ لا ما هو مش كلامه صح على فكره، بس ده في حالتين. لو انا مش بقدم حاجه الناس محتاجاها وجديده، ولو انا مستني مكسب من الموضوع ده. انا يعني بعملها كده حاجه على الجنب، سايد هاسل ممكن تقول. وطبعا لو نجح انا ممكن في الاخر اقلبه فرانشايز وابيع الاسم اصلا ونفتح في الزمالك، شيخ زايد، في التجمع حتى. ها قلت ايه؟ خطوة حلوة قوي يا يوسف، ربنا يوفقك يا حبيبي. ميرسي يا وكيل. النبي يا اسماعيل بلاش ننفخ فيه قوي كده لا ينفجر في وشنا. احنا براحتنا على فكرة، ابننا وعايزين نفرح بيه. اطلع انت من هنا يا فايز، انت حيال ابوه يعني. هو بابا كده يحب يشجعني بس بطريقته. ايوه. انتوا عارفين في الموضوع ده كله يوسف ما خدش مليم من فايز، كل ده من فلوسه وشغله هو. ربنا يحفظه لك يا رب. لا ويا انكل كلها 3 شهور وعامل مشروع هيبهرك. انت طموح جدا يا يوسف وده اللي انا بحبه فيك. ومشروعنا بقى كبير يا سيجو، هتعمله امتى ان شاء الله؟ مشروع ايه يا فايز؟ يا سيدي عايزين نناسبك يا اسماعيل، تتكرم بقى تسمح لنا. ده يشرفنا. هو في زي يوسف؟ انا بس كنت. مساء الخير تيكو، ايه الحلاوه دي؟ ايه رايك شرفتك؟ طبعا. على فكره انت صوتك حلو قوي. ميرسي قوي يا انكل، شكرا قوي. طاهر صديقي يا بابي. انت هتيجي تغني في فرح ندى ويوسف، افتكر ان انا قلت لك الكلام ده واديت فرقتك معاك. لا فرح ايه يا انكل، احنا مبروك. لسه
مبروك. عن اذنكم لازم